مع فيروس كورونا نحن يومين نواجه تحديات كثيرة، واليوم إن شاء الله بنعلمكم بنخبركم شو الفرق بين العزل الصحي والحجر الصحي في هذا المبنى. تفضلوا معنا. اليوم بنتكلم عن مبنى العزل، وهو المبنى اللي يتم فيه إحضار المصابين بعد خروجهم من إعلان المركزة في المستشفيات حتى تستقر حالتهم. فاليوم بنتكلم عن آلية المبنى وما هي أهم الخطوات لتجهيز هذا المبنى. تفضلوا معنا. خلنا نشوف معاكم غرف العزل بالتفاصيل. حياكم. تجهيز المبنى لا يقتصر على فقط إيجاد المبنى، ولكن هناك أهم معايير صحية التي يجب أن تستوفيها المباني. بالمثال تكييف، أن يجب أن يكون التكييف خارج الغرف موجب وداخل الغرف سالب حتى لا يظهر الهواء من الغرف للممرضين. عندك هناك بعد موجودين اللي هي المطهرات، وعندك اللي هي لوحات الإعلانية التي يجب أن يتخذها الموظفين والمرضى لحماية أنفسهم. مثال على ذلك، تفضل معي، وسائل الترفيه شاملة جميع القنوات، بالإضافة إلى هاتف المتحرك، بالإضافة إلى الثلاجة والغلاية، ويعتبر المريض أنه كأنه في بيت وليس في عزل صحي. ويتم توفير له 5 وجبات يومياً، 3 وجبات رئيسية ووجبتين عبارة عن مكملات غذائية حتى يتم تقوية مناعته. طبعاً نحن الوجبات يتم دراستها عن طريق إدارة التغذية. تجهيز المبنى من ناحية الهواء الموجب والسالب يتطلب جهد كبير، وانت تتكلم عن مبنى ما يعادل 350 سرير أو 350 شخص، يعني 350 غرفة تم تجهيزها خلال 15 يوم عمل فقط. والحمد لله هذا هو النيجاتيف اللي هو داخل الغرفة اللي يعزل الهواء عن الممرات، وعندكم في الخارج اللي هو البوزيتيف اللي هو الهواء الموجب اللي يعزل، ما يخلي الهواء اللي داخل الغرف يطلع عن الغرفة، عشان نقدر نحتوي المريض هني والفيروس لما يشافه إن شاء الله ويطلع بالسلام. تفضل معنا. أدق التفاصيل حتى لا تنتقل العدوى، إن هي سلة القمامة اللي معزولة وخاصة بالأمراض المعدية. المواد التي تم استخدامها للتطهير وتعقيم المبنى مواد عالية الخطورة، واشتغلنا عليها لتجهيز المبنى وتجهيز الأرضيات بأعلى مستويات النظافة والتعقيم، لمرحلة أن وصلنا أعلى عن 97% نسبة نقاوة ونظافة المكان حتى نوفر أفضل مكان للمريض وسرعة تشافيه. خلكم في البيت. الرسالة اللي بوصلها للجميع أن تجهيز هذه المباني يأخذ ساعات كثيرة، مجهود كبير وعمل كبير على فريق العمل، طبعاً على مستوى الحكومة وليس على مستوى هيئة الصحة فقط. ورسالة للجميع، ترى في منا ناس ما شافوا عيالهم لأسابيع وأيام بس لتجهيز هذه المباني، فأتمنى من الجميع أن يبقى في البيت، وخلكم في البيت.